وأمر لا يمكن تخيله، وأنا أعلم بأن هذا الألم لا يمكن تحمله. لذلك ركزنا منذ اليوم الأول على إطلاق سراح جميع الرهائن ليعودوا إلى أسرهم، وسوف نبقي على هذا التركيز حتى نعيدهم إلى أسرهم. وأتيحت لي فرصة للحديث مع الحكومة الإسرائيلية لجهة رد حماس الذي أرسل ليلة الفائتة كرد على اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر، وسيما تمديد الهدنة الإنسانية. وما أقوله أن هنالك بعض الأمور التي لا يمكن قبولها، ولكن هذا يمكن يشكل مساحة للوصول إلى اتفاق، وسوف نعمل على ذلك بلا هوادة لكي نصل إلى ذلك المبتغى. أجريت مباحثات مكثفة بشأن وضع الحملة العسكرية لهزيمة حماس وإحراز التقدم للإفاء بالأهداف الأساسية لكي لا يكون هنالك 7 أكتوبر جديد. وسوف نتحدث مع إسرائيل ولبنان بشأن نزع فتيل الأزمة على الحدود لكي تعود الأسر إلى مناطقها في جنوب لبنان وفي شمال إسرائيل لكي تعيش بأمن وسلام. وقد تحدثنا أيضا عن أهمية حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية للتصدي للمعاناة التي يعاني منها الغزيين. زهاء مليونين نزحوا من منازلهم، مئات الآلاف يتضورون جوعا، وجلهم قد فقدوا أحد أحبائهم، ويوما بعد يوم هنالك ناس يقتلون. ومن خلال زياراتي السابقة وبين تلك الزيارات وفي كل يوم تحدث مع إسرائيل ومرصد ضغوطات عليها لكي توفر المساعدات ولكي تحمي المدنيين. وخلال 4 أشهر الماضية اتخذت إسرائيل خطوات مهمة للقيام بذلك، وقد بدأ تدفق المساعدات الإنسانية وعزز ذلك بواقع الضعف، وفتحت الممرات الشمالية والجنوبية في غزة لكي يتحرك الناس بعيدا عن الخطر من خلال هذه الممرات، ومع هدنة تمتد لأربع ساعات، وأيضا فتح كرم أبو سالم وتوفير المساعدات الإنسانية من الأردن وأيضا المواقع الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وهنالك بالفعل المساعدات الإنسانية تصل إلى غزة أكثر من سابقاتها منذ 7 أكتوبر، ونحن نحتل المرتبة الأولى من ناحية توفير المساعدات إلى الفلسطينيين، وقد ساعدنا على توفير جل تلك المساعدات بما في ذلك 90,000 طن من الطحين، وهذا يمكن أن نوفر الخبز ل 1.4 مليون شخص خلال الأشهر القادمة. وهنالك أيضا بعثة أرسلت إلى الشمال لكي نقيم وضع مناطق شمال غزة، وأيضا الحث على عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم. وكما قلت لي المسؤولين الإسرائيليين اليوم إن حصيلة القتلى في صفوف المدنيين ما تزال عالية. ومن خلال مباحثاتنا اليوم سلط الضوء على خطوات أساسية يجب أن تتخذها إسرائيل لكي تضمن توفير المساعدات إلى أكثر عدد من الناس في غزة. يجب أن يفتتح معبر إيرز حيث يمكن أن توفر المساعدات، لأن هناك مئات من الآلاف من الفلسطينيين يعانون، وأيضا من الأردن يجب أن تتدفق المساعدات، لأن هذا سوف يعزز من التنسيق. وبالإضافة إلى ذلك إسرائيل يجب أن تضمن بأن توفير المساعدات المنقذة للأرواح في غزة يجب أن لا تعطل لأي سبب ومن قبل أي شخص.